نقولوا لي ليسونس جبناه مصافي لي ديرني مينوت وهذا بيسير باش نحطوا لي لي بوسي لي زي بوقت بيسير صبط لي على راس مولي اللي هو مشكور يعني على الدعم نتاعو والسينيالي يعني ثاني كيف كيف العمل سواء تاع مسيو زفزاف كرئيس فيدرالية ولا مسيو مدور ثاني كيف كيف على العمل ثاني كبير اللي داروه على التطمينات ثاني كيف كيف والمساهمة اللي مع الفرق اللي ما عندهاش شركات بيونسير في الوضعية الكارثية المالية اللي راه يعيشوها يعني بالك اللي نف كلوب اللي راه في المحترف الأول نقولوا يعني اليوم في المقابلة تاع اليوم بالك بزاف ناس راضيين على الحوايج كاينين حوايج إيجابية كما كاينين حوايج سلبية السينيالي ثاني هذه نقولوا بلي اللاعبين يعني مشكورين على المجهودات الكبيرة اللي بذلوها يعني شفنا بالك الكاردير الاخر النقص البدني كبير اللي كاين هذا اللي لازمنا نعملوه ان شاء الله مع الطاقم الفني بيسير يكون يعني في العمل تاعو وحوايج بزاف يعني نشوفوا سينياليوها باللي ملاح حوايج النقائص ان شاء الله نخدموها تمتعنا يعني نقولوا باللي كانت مقابله يعني من كلا الطرفين كانت يعني نسج كرويه مليحه لان نقول باللي المحترف الاول راح يكون فيه يعني نيفو هذا الموسم هذا نشوفوا يعني كرة جميلة نشوفوا مقابلات يعني مليحة وهذا يعني ما يقولوا الكرة الجزائرية راح تشهد يعني بلك نوع من التطور بين طيب بالنسبة لاختيار لاعبين المنتدبين هل فيه يعني شروط أو مقاييس محددة أم هو يعني عمل هكذا كان في آخر لحظة يعني لا ما نعملوش احنا كيف في آخر لحظة احنا عملنا بينسير بالنقائص اللي كانت كاينة في الموسم المنقضي شفنا ان الكومبورتمون المنصف كان ناقص بزاف ودعمنا التشكيله وشفتوا بالك العمل يعني فوق ارضيه الميدان درنا يعني بريمير ميطون الفيزيونومي تاع الماتش تبدلت في وفاق الصيف سجل مع الدقائق الاولى يعني عملنا وكثرنا وبعد حتى يعني درنا هدف التعادل الشوط الثاني كيف كيف يعني ما دخلنا الشوط الثاني يعني ماركينا هذا الشيء ثاني زاد بدل بالك بزاف حوايج في المقابله اكتفينا بالك بالدفاع يعني مع اخر اطوار اللقاء والمسمح بوفاق الصيف باش يسجل نقول يعني استمتعنا بكره جميله هذا الموسم هذا في المقابله هذه وان شاء الله هذا الشيء نجدوه في المقابله الجديده بينسير مع العمل تاع الطاقم الفني نحسنوا الجانب يعني البدني تاع اللاعبين انا الجانب التقني ولا الروح ولا الحجم ولا الرغبه في الفوز ما عنديش فيها شك العمل البدني هذا الشيء تكون العمل تاع سيرتيرا وراح نحسن بإذن الله الوضعية تاع الفريق بإذن الله شكرا زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر